الحالات التحكيميه مشاهدينا الكرام في هذه المباراه بعد التعادل الايجابي بين كره من غزل المحله والمصري، مع خبرنا في التحكيم الكابتن سمير عثمان. كابتن سمير اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن تامر، بالسلام على حضرتك كابتن فاروق كابتن محمد عمر وكابتن عمرو الدسوقي. النهارده كان عندنا مباراه غزل المحله والنادي المصري من المباريات الممتعه طول عمرها من زمان لغايه دلوقتي. بصراحه كانت مباراه صعبه تحكيميا جدا، ادار مباراه الحكم الاسكندري الواعد بصراحه من الحكام الممتازين طول عمري بشوفهم بشكل كويس جدا، احمد جمال. احمد جمال زوجته حكم دولي على فكره، يعني هي حكم دولي وهو حكم درجه اولى من الحكام الدوليين المساعدين، كانت هنادي ومعاه هاني عبد الفتاح حكم دولي مساعد وهاني خيري. اما الحكم الرابع شاهين المغربي، شاهين المغربي دي من افضل المحكمات الموجوده في قاره افريقيا ومستواها الفني يضاهي بعض الحكام الدوليين في الساحه، وقد يكون اعلى مستوى، اعلى من بعض الحكام الدوليين الموجودين. شاهين المغربي اللي احنا شايفينها دي حكمه ممتازه، شخصيتها عاليه جدا. عندنا حسام عزب حجاج حكم الفار من الحكام برضو اللي اتوقع ليهم مستقبل كبير، ويارا عاطف لعبه كاس عالم كانت مساعد حسام عزب حجاج في هذه المباراه. عندنا مباراه صعبه جدا تحكيميا، لكن طاقم المباراه نشوف عمل ايه. اول حاله عندنا حاله تسلل، سهله احتسبها هاني، لكن التنفيذ بتاعها كان غريب شويه على الساده المشاهدين المتابعين، بعض المتابعين. احنا لما نبص على الكره هنلاقي في تسلل على طول، احنا عارفين التسلل بيتلعب في نص الملعب، لكن هنا التسلل لعب في نص الملعب الثاني. قرار ممتاز من مساعد الحكم والحكم واللعيبه، خلاص فاهمين قانون كره القدم عشان ده تعديل بقاله 6 سنين. اما نشوف هنا التسلل موجود، لكن التنفيذ بيبقى في لحظه استلام الكره في لحظة العقاب ولعبها من نص ملعب فريق المحلة، وده كان قرار سليم عشان في بعض الناس شافوا ان الشكل غريب، تسلل هنا بيتلعب من مكان تاني، قرار ممتاز. نروح لحالة فنية تانية، حالة تسلل، نشوف فيها تسلل ولا لا. هنا احنا استخدمنا خطوط الملعب، خطوط ال 18، عاوزين نشوف كرة فيها تسلل ولا لا. لحظة لعب الكرة ورقف هنا، لحظة لعب الكرة احنا شايفين ان تاني مدافع من النادي المصري هو اللي مغطي الواقف على خط ال 18، لاعب المحلة طبقا للرؤية اللي انا شايفها لم يكن في موقف تسلل، كان اون سايد. دي الحالة التانية بالنسبة للمساعدين. نشوف اهم حالات المباراة اللي الحكم بيبقى له اختبار فيها، ركلة جزاء للمصري. اما نبص على حاجتين، احمد جمال الحكم واقف في مكان ممتاز، زاوية رؤيته ممتازة. أما نشوف لعيب المصري بيحاول يلعب الكرة وبعد كده سيبك من الوقعة اللي وقعها هو ممثل فيها. أما نبص هنا المنظر ده لا يوجد مبرر. ركلة جزاء سهلة. لعيب المحلة بيشد بالشكل ده بدون أي مبرر. لعيب المصري ركلة جزاء سليمة 100% بالشكل ده طبعًا. برافو على أحمد جمال. احتسب ركلة الجزاء. وحسام عزب حجاج أكيد أكد على قراره، ركلة جزاء سليمة احتسبها أحمد جمال، وده أول اختبار ليه في منطقة الجزاء. عندنا اختبار تاني في الوقت المحتسب بدل ضايع، مطالبة المحلة لركلة جزاء. أما نيجي نبص تاني هنلاقي زاوية أحمد كويسة، لازم بيبقى موجود في المكان ده بينه وبين هاني خيري، الكرة اصطدمت في جسم لعيب نادي المصري، لا يوجد ركلة جزاء إطلاقا. لعيبة نادي المحلة طبعا طلبوا بركلة جزاء، لا يوجد ركلة جزاء، حتى لو اصطدمت في إيده الإيد ملاصقة للجسم وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. كان قرار هاي أحمد جمال بصراحة ممتاز باستمرار اللعب. دي كانت أهم حالات اللقاء، ماتش صعب جدا. أنا من وجهة نظري أنا إن أحمد جمال عمل مباراة ممتازة هو ومساعدي الحكام. كابتن سمير كان هناك استفسار عن كان بيريرا بيقول عايز يزيد البدلات الحكام في المرحلة المقبلة بالنسبة للدوري المصري أو الموسم القادم. شيء جيد جدا زيادة بدلات الحكام، لكن قبل زيادة بدلات الحكام، الحكام أتمنى ياخدوا المصاريف المستحقة بتاعتهم. حتى هذه اللحظة أنا الحكام 25 مليون جنيه وزيادة، الحكام الدرجة الأولى والتانية والتالتة بما فيهم السادة المراقبين لغاية دلوقتي ما خدوش مستحقاتهم. خلي بالك ده مستحق، يعني فلوس بتاعتهم هم ما خدوهاش. قبل ما نتكلم على الزيادة واللائحة الجديدة يا ريت الحكام ياخدوا مستحقاتهم المتأخرة. كابتن فاروق لي سؤال سريع. كابتن اتفضل يا كابتن. كابتن ما بعد او قبل ضربة الجزاء، قبل ما اللعيبة تشوفوا الخلاف اللي حصل بين اتنين لعيبة وكل واحد ماسك كورة، هنا الحكم مالوش دور؟ هنا الحكم ملوش دور الا لو وصل للسلوك الغير رياضي. ايه هو السلوك الغير رياضي؟ لو في لعيبه بقى تلفظوا الفاظ هنا لازم الحكم يتدخل او عطلوا تنفيذ الركله. بص انت عطيل، انت هتشوف اتنين لعيبه من المصري كل واحد ماسك كوره. طبعا ده منظر صعب جدا،
بس اللي يحمي اللعيبه دلوقتي كان حظهم حلو يا كابتن فاروق في حاجه واحده، ان في الوقت ده كان حكم الفي ار كان بيراجع اللعبه، لكن لو الحكم كان جاله قرار، لو كانوا جرى خلاص كونفيرم ركله جزاء كان لازم يبقى التنفيذ مباشره. بس لا. طبعا يعني ايه يعني الحمد لله عدت على خير يعني. كابتن سمير بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا يا كابتن. شكرا لك. شكرا. كابتن فاروق بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. كابتن محمد عمر بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك كابتن. كابتن عمر بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن. كان هذا الرسول التحيه الخاص بمباراه غزل المحله والمصري والتعادل الايجابي بهدف لكل منهما في رسم الجوله الحاليه 31 من الدوري المصري الممتاز. دمتم في رعايه الله وامنه، الى اللقاء.